بتجاوب، بطلع بقول لك ببقى سعيده جدا. مدام سناء، انت بتستخدمي الصدق اكثر من الذكاء؟ لان انا مش ذكيه قوي. مفاجأة يعني ايه؟ مش ذكية حقيقي. ازاي؟ هو يمكن حس اللي ذكي. هو ايه الذكاء؟ انا كبني ادم. ايه الذكاء مدام سناء عندك؟ الذكاء ان الانسان يدرك بسهولة شديدة ايه اللي بيدور حواليه. انا مش من السهل، انا لازم اتعامل علشان افهم ان كنت صادق او كذاب او ملتوي او لازم اتعامل معاك، انما بالفهلوة كده بالجو اشم مفيش، مش شغال تمام يعني، مش ذكائي، مانيش ذكية. مش عايز اقول ان انا غبية، واخد بالك؟ انا مش غبية، انما لو انت تقيس ذكائي بالاضافة الى احاسيسي بتفوق ذكائي 100 مرة، ولذلك الناس ما بتعرفش ان انا مانيش ذكية او مانيش لماعة.